في ملف أخونا بن حليمة ذلك المقاوم الشرس الصادق رغم كل ما فعلوا به ورغم محاولات بعض السفهاء للمس به، فإن محمد عزوز بن حليمة أقولها، كانوا بعض الناس قالوا لي راهو هاجمك، خلوه يهاجمني، نحن نعرف من هو بن حليمة، ونحن نعرف أنه كان مر بالتعذيب، ونحن نعرف الآن وبمصادر خاصة أو مما نشرته الجرائد الإسبانية. أمس ثاني أهم جريدة في إسبانيا الموندو كتبت عن بن حليمة، كتبت أيضا جرائد أخرى ومواقع أخرى، لكن الموندو هي الثاني أهم موقع وجريدة في إسبانيا. اليوم كتبت البايس وهي أهم جريدة إعلامية في إسبانيا، كتبت عن محمد بن حليمة. خلينا نشوفوا باش ما نطولوش في، لأن في الجرائد الكثيرة اللي كتبت، شوفوا الموقع ناخذه من البايس، ورح نقرأ لكم ترجمة من تاع جوجل، وأتمنى على المساعد أن يضع رابط للبايس باش الناس يقدروا يدخلوا، ومن هناك تستطيعون دعم له ترجمة، شوف اللغة التي تحسنها، العربية أو الفرنسوية أو الإنجليزية. اللغة إذا ما تحسنش الإسبانية تقدر تقرأ باللغة من خلال ترجمة جوجل. أنا عندي هنا ترجمة بالعربية، فخلينا نقرأ لكم بعض ما جاء في البايس. سلمت الحكومة الإسبانية ضابط الصف الجزائري السابق محمد بن حليمة، وفي الحقيقة برك باش نعاود نوضح، ربما الناس تتلف لها في الاسم، اسم أخونا هو بن حليمة محمد عزوز، بن حليمة هو الاسم، لقب هو محمد عزوز. طبعا الناس في الغالب تأخذها بالمقلوب، لأن اسم ناس محمد هو الاسم عند الناس، واللقب ربما بن حليمة. لا، في منطقة معسكر عندهم كثير، لأن أعتقد فيه والي صالح يسموا عليه اسمه بن حليمة، يسموا كثير بن حليمة، وكان اللقب وكان الاسم تاع بن حليمة في منطقة معسكر. أنا شخصيا كان يدرس معايا واحد راهو دبلوماسي الآن، مش عارف إذا خداته منصب سفير أم لا، واسمه بن حليمة، وحتى بعدين درست معايا أيضا زوجته اللي هي بنت عمه، هي اسمها أيضا بن حليمة، راهم داروها مرة وزيرة الأسرة أو التضامن الاجتماعي أو مش عارف، قبل سنتين كانوا حطوها وزيرة. كان درس معايا في الماجستير يعني في العاصمة في مركز كلية العلوم السياسية ما بين 88 و 90، الاثنين هما درسوا معايا هناك، وهو درس معايا أيضا في المدرسة الوطنية. فاسم بن حليمة موجود خاصة في منطقة معسكر وما جاورها. طبعا هما هنا كاتبين محمد بن حليمة 32 عام إلى السلطات الجزائرية في 24 مارس، بعد 5 أيام فقط من سحب الجزائر سفيرها من مدريد سعيد موسى، احتجاجا على ودائرتها بين قوسين المنعطف الحاد لمدريد بخصوص الصحراء الغربية. بالنسبة لإسبانيا كان مجرد مهاجر في وضع غير قانوني، ومع ذلك فقد تعرض للاضطهاد من قبل الجزائر باعتباره معارضا واضحا للغاية. إذا كانت نية وزارة الداخلية بقيادة فرناندو غراندي مارلاسكا هو بناء جسور مع الجزائر وتهدئة الأجواء، فإنها لم تنجح. بعد شهرين لا تزال الجزائر بدون سفير في إسبانيا، لكن حياة بن حليمة كما حذر قبل طرده محكوم عليها بقضاء 5 سنوات المقبلة في السجن أو حتى بقية حياته في السجن. بعدين يقولوا متى وصل، يقول لك وصل بن حليمة في سبتمبر 2019، وحتى يوصل يقول لك انتشر بن حليمة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان يقوم بشذب شجب فساد كبار الضباط في الجيش، وقناته على اليوتيوب كان فيها أكثر من 154,000 إلى آخره، رغم كانوا غلقوا له قنوات أخرى نتيجة لبعض السفهاء اللي كانوا بلغوا عليه أو بعض الذباب. وبعدين يجوا يتكلموا يقول لك طلب بن حليمة اللجوء السياسي في إسبانيا، لكن إسبانيا التي كانت أول دولة، اسمعوا هذا الاعتراف مهم جدا من هذه الجريدة وهي أهم جريدة في إسبانيا، لكن إسبانيا التي كانت أول دولة في الغرب تظهر دعمها للنظام الجزائري عند اندلاع الاحتجاجات، عندما اندلع الحراك، تذكرنا البايس هنا بأنها إسبانيا وقفت مع بوتفليقة
مع بوتفليقة وعصابته، ومن بعد مع من وقفت؟ وقفت مع القايد صالح وعصابته، ومن بعد معهم وقفت، وقفت مع تبون وشنقريحة وعصابتهم. إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هذه الدول الثلاثة خاصة تريد، نعودها ونكررها، إن ألجيري فابل إي أفابلي، تريد جزائر ضعيفة ومستضعفة، تريد جزائر يحكمها طغمة عسكرية حتى تستطيع أن تتحكم فيها. قناعتهم الاستراتيجية أن البحر المتوسط تحكمه الضفة الشمالية أو الجنوبية. إذن نحن في الشمال خاصة إيطاليا، إسبانيا وفرنسا بشكل خاص، تقدر تزيدهم البرتغال واليونان بدون مشكل، يجب إضعاف الضفة الجنوبية لكي نبقى نحن أسياد البحر المتوسط، ولكي لا نتذكر ذلك التاريخ اللي كانت فيه البحرية، بحرية الشمال جنوب المتوسط خاصة في الجزائر تتحكم في البحر المتوسط. فاستراتيجيا يدعم دائما هذه الدول الخمسة بشكل أساسي والثلاثة رئيسية إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، يدعم دائما الطغيان عندنا وعموما في الشمال الإفريقي دائما. إذن إسبانيا التي كانت أول دولة في الغرب تظهر دعمها للنظام الجزائري عند اندلاع احتجاجات رفضته، ورفضت طلب بن حليمة، وزعمت السلطات الإسبانية أسباب وجيهة لاعتبار أن بن حليمة يشكل خطر على الأمن القومي، بالإضافة إلى الإضرار بعلاقات إسبانيا مع الدول الأخرى. لم توضح وزارة الداخلية أبدا الأسباب والخطر التي جعل من الناشط يشكل خطر على أمن إسبانيا، وهذا سؤال مفيد ومهم جدا. ما هو؟ أنا هنا أطرح السؤال مثل صحيفة البايس للمسؤولين الإسبان، ما هو الخطر اللي يشكله بن حليمة أو محمد عبد الله؟ ما هو الخطر؟ أو حتى إبراهيم الإعلامي اللي سلمتوه في البحر، ما هو الخطر؟ محمد عبد الله عندما سلمتموه كان عنده تقريبا 3 سنوات في إسبانيا، وكان رجل مسالما، وتعرفوه أنه مسالم، ولكنه كان فاضحا للفساد. ومحمد عبد الله كان يقيم مع زوجته وابن حسان، ثم جاءت بنته أيضا وولدت في إسبانيا. ما هو الخطر الذي يشكله رجل وأسرته الصغيرة؟ ما هو الخطر الذي يشكله بن حليمة؟ ما هو الخطر؟ في الحقيقة بن حليمة لا يشكل خطر على إسبانيا ولا على أي، ولا على حمامة في إسبانيا، ولا على شات ولا خروف في إسبانيا، إنما يشكل من خلال نضاله ومقاومته هو محمد عبد الله وإخوانه المقاومين، يشكلون خطر على المافيا العسكرية وعلى المخابرات الإرهابية التي تريد حكومة إسبانيا أن تبقى جاثمة على صدور الجزائريين. لكي، راكم عارفين لكي، قلناها عدة مرات. إذن تقول الصحيفة الإسبانية، لم توضح وزارة الداخلية أبدا الأسباب والخطر الذي جعل الناشط يشكل خطر على أمن إسبانيا. ثم حاول العسكريون السابقون طلب الحماية في فرنسا. لكن لم تقبل طلبه نتيجة للوائح الأوروبية، ما يعرف بدبلن يعني. ثم حاول ذلك في البرتغال التي رفضت أيضا طلبه، وكان في طريق عودته واجه إلى فرنسا حينما واجه بن حليمة نقطة تفتيش شرطة عشوائية مفترضة إسبانية قبل زاراغوزا. في الحقيقة هنا هي ما تقولش، تقول فقط أنه واجه نقطة تفتيش عشوائية مفترضة. ما لا تعلمه الصحيفة الإسبانية أن هذا النقطة التفتيش لم تكن عشوائية، هذه نقطة التفتيش كانت في لوتوروت اللي كانت قريبة من زاراغوزا، وكانت قبل وضع هذه نقطة التفتيش سريعة، كانت السيارة اللي كان فيها بن حليمة محمد عزوز وزميله اللي كان يسوق في السيارة، كانت تتبعهم سيارة مدنية تابعة للمخابرات الإسبانية، وتبعتهم مئات الكيلومترات، وكانوا عارفين أن هناك سيارة تتبعهم، لكن بالنسبة إليهم كانوا ما عندهمش خيار، هم دخلوا طروت، ما كانش عندهم أي خيار آخر، فكملوا الطريق نتاعهم إلى أن واجهتهم، واجههم براج عسكري إسباني
بوليسي إسباني ووقفوا السيارة، ومباشرة عرفوا أن ابن حليمة هناك وسحبوه وقالوا له أنت يعني حتى قبل أن يقدم لهم، سألوه على اسم لكن حتى قبل أن يتكلم كانوا سحبوه هو وزميله، وكانوا عارفين شكون هو وعارفين أن زميله خطيه، فكان مباشرة اعتقال محمد الحليمة بطريقة فيها نوع من الخشونة، ووضعوا له لمنوط وأرماوه هو وزميله، لكن كان التركيز عليه. وشافوا محمد بن حليمة وزميله، شافوا السيارة اللي كانت تتبعهم، هبطوا بلباسهم المدني والتحقوا بالبراج العسكري، مما يثبت أنهم كانوا جهاز مخابرات بلباس أمني. أي أنا اللي هنا نصلحها فقط لجريدة البايس، وربما الناس يسمعوا فيها يوصلوا لهم هذه المعلومة، أن نقطة التفتيش لم تكن عشوائية، إنما كانت مقصودة، وكانت سيارة محمد بن حليمة وزميله كانت تتبعهم سيارة تابعة للمدنية تابعة للبوليس الإسباني، مخابرات الإسبانية، وهذه السيارة نزلوا منها الضباط والتحقوا بالضباط اللي كانوا باللباس لما وقفوا محمد بن حليمة. طلبت الشرطة حبسهم في مركز احتجاج الأجل. في الحقيقة اللي احتجز هو محمد بن حليمة فقط، زميله قالوا له روح. من هناك طلب اللجوء مرة أخرى ولم يتم قبول طلبه حتى للمعالجة، وهذا رد على بعض السفهاء تاع الثورة المضادة اللي قالك ما عرفوش كيفاش ينصحوه وكان قادر يطلب اللجوء. لا لا، هو طلب اللجوء للمرة الثانية، وهي الصحيفة تقول هنا من هناك طلب اللجوء مرة أخرى ولم يتم قبول طلبه حتى للمعالجة. احنا ما رديناش كثير على السفهاء، كان كثير من خاوتي كانوا يقولون من الحركين ردوا عليهم انتم ما عارفين، قلهم لا، الأيام تجيب الأشياء. ذكرنا ما كان يجب ذكره في وقته، لكن الأيام تكشف الأشياء. الذين زعموا أنهم كانوا يدافعوا عليه وغضهم الحال ومانيش عارف، والجماعة اللي دايرين به ما نصحوهش وهما اللي ما وراولوش، هاي كل مرة تخرج دلائل ومن إعلام غربي في الغالب إسباني يثبت أن ما كنا نقوله هو الصحيح، وحتى بعض الأشياء ما قلناهاش هما الآن يقولوها بعدما تبينت لهم. هذه صحيفة البايس مش راح تدير فيها مزية في فلان ولا في فلان ولا في فلان باش تكتب الـ ما أريد أن أقوله. هؤلاء دقيقين جدا وعارفين كل ما يقولونه راح يفوت على الميكروسكوب، وهذا رد على بعض السفهاء للأسف جزائريين، ولكن كان هدفهم ضرب أولئك الذين يقفون مع محمد عبد الله ومحمد بن حليمة نساء ورجالا، ضربهم الخلف، إثارة الإشاعات، محاولة تخوينهم. هذه الأشياء والأيام تبين، وما زال راح يبان أشياء كثيرة جدا. إذن رفض طلبه، انتهى الأمر بالعسكري السابق إلى الحبس في المركز الاعتقال، وقد قامت مفوضية الدول وهي مفوضة الأمم المتحدة لشؤون الأجانب اليون هالسعار بأن طلبت من إسبانيا بعدم ترحيله، وأن ترحيله هو خطر على حياته. إذن في الحقيقة أن الحكومة الإسبانية مش فقط لم تستمع لنا وللمحامين نتاع محمد بن حليمة، إنما لم تستمع حتى إلى الأمم المتحدة، وهذا الحكومة الإسبانية ستدفع ثمنه، لأن هناك دولة قانون في النهاية وهي جزء من الاتحاد الأوروبي وجزء من المنظومة الدولية، والأمم المتحدة مستاءة جدا لأن إسبانيا لم تستمع إليها. والآن مع خروج حكم الإعدام إلى آخره، كل المنظمات التي دافعت على محمد بن حليمة والأشخاص الذين دافعوا يجدون أنفسهم في موقف قوي جدا، لأن الأيام أثبتت أنهم هم اللي كانوا على حق وليس الحكومة الإسبانية التي تواطأت مع المافيا العسكرية. قبل يوم طرد سجل بن حليمة شريط فيديو حذفه من احتمال تعرضه للتعذيب في بلاده،
وقال أن الجزائر بلاد ديكتاتوريين عسكريين وهم لا يقبلون آراء أخرى. أريد أن أطلب من السيد مارالسكا وبيدرو سانشيز مراجعة قرارهم وإنقاذ حياتي، وحذر من أن حياته في خطر. كانت ادعاءات وادعاءات العديد من المنظمات الإنسانية عديمة الجدوى، لم يستمع لها. ففي الساعة 7:45 مساء من يوم الخميس 24 مارس، كما أفادت الشرطة، كانت الطائرة التي استأجرتها السلطات الإسبانية والتي كانت تقل محمد بن حليمة ومعه نصف دزينة، قالوا يعني حوالي 5 أو 6 أشخاص من المهاجرين غير الشرعيين، تقلع من فالنسيا. وصل بن حليمة مكبل اليدين بعد ساعة إلى مطار شلف، حيث وضعوا الحراس الجزائريين في سترة سوداء. كلكم شفتوا تلك الصورة اللي احتفت بها الثورة المضادة واحتفت بها المافيا الإرهابية وخرجت في مواقعهم وحساباتهم وقنواتهم. جبناه، واللي يروح نجيبوه، وكما جبنا محمد عبد الله جبنا بن حليمة، وراح نجيبوكم انتم فلان وفلان وفلان، وراحوا يفرحون. واش قلنا الآن الصحيفة؟ تقول، باش نختصر لكم الوضع، تقول أن تضيف بن حليمة متهم بالانتماء إلى جماعة رشاد الإسلامية التي تعلن أنها سلمية وتعارض دولة ثيوقراطية، لكن السلطات الجزائرية صنفتها في مايو 2021 بأنها جماعة إرهابية. مقطع فيديو، أني مرات نفوت على بعض الكلمات لأن الترجمة مش دقيقة، فقط مقطع فيديو طلب فيه الجندي السابق العفو والشفقة إلى آخره، أصدرت المديرية العامة الوطنية للبلاد مقطع فيديو اللي هو دحدحوه فيه، هذاك اللي يعرفوه الجزائريين باسم الدحدوح، وقالوا من أنه هاجم أشخاص وتكلم على العربي زيتوت 58 عام وهو المقيم في المملكة المتحدة، وانتقد زيتوت وأعضاء آخرين من الجماعة. وقالت مصادر مطلعة عن عملية بن حليمة كشف خلال استجواب أسماء 24 ضابط والشرطة، ضابط شرطة وأفراد من الجيش الذي يفترض أنهم مخبروه. هنا تضيف لنا الصحيفة بعض الأشياء اللي قالت من أن خرجوا بن حليمة وخلاوه يسب، يعني ذكروا حتى أسمي وقالوا أنه سب فلان وآخرين، وأن هذا كانت من خدمة الشرطة الجزائرية، هي قالت الشرطة حتى المخابرات الإرهابية. دعنا نعطيكم بعض المعلومات الإضافية عن النقطة هذه، لأن عندنا الآن هذه المعلومات. لكن كانوا أيضا قالوا جابوا 24 ما بين ضباط شرطة وجنود، على أساس أن بن حليمة ذكر أسماءهم. وبشأن احتمال ظهور اعتراف عند وصوله إلى، حذر بن حليمة أيضا في مقطع فيديو آخر، خلينا نوريكم هذا المقطع. طبعا الصحيفة جايبة عدة مقاطع لبن حليمة، لكن ربما هذا المقطع يكون مهم، هذا المقطع يكون مهم بحيث نتمنى من خاوتي ان شاء الله ايضا لو كنت تشوفوني في فيلم تاع دحدوح اعرفوا بانه هذا خارج عن نطاقي، واني تعرضت لتعذيب شديد في مراكز المخابرات. حتى لو ما خرجونيش في فيلم تاع دحدوح اعرفوا بانه تعرضت الى تعذيب وتضييقات. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. لا خرجوك طبعا. هذا الكلام كان يوم او يومين قبل ما يدوه وخرجوه. راح نكمل لكم واش تقول الصحيفه، بصح نخرج لكم واش كيفاش خرجوه وين خرجوه وين تعرض للتعذيب الى اخره. الصحيفه والصحف اللي جابت سواء الموندوس والبايس، كثيرين منهم جابوا مقاطع من احاديث محمد بن حليمة، سواء اللي قالها بالعربيه او اللي دارها حتى بالاسبانيه، وهذا في حد ذاته يشكل ضغط كبير على حكومه اسبانيا اللي راهي تجد في نفسها تغرق في هذه القضيه. وخلال الجلسة أشار عبد القادر شهرة أحد محاميه إلى أن بن حليمة نقل إلى سجن صاولة. نقل إلى سجن في الحقيقة صاولة، وما مكتوبة هنا في الترجمة مكتوبة صاولة، مش عارف إيش مكتوبة بالله. هو نقل إلى مقر، مش سجن، نقل إلى مقر البوليس في صاولة، هي في ضواحي العاصمة.
وهناك تعرض لتعذيب شديد. تعرض بن حليمة محمد عزوز لتعذيب شديد في مركز بوليس سحاولة، واللي أشرفوا على التعذيب كانوا من المخابرات ومن البوليس، يعني كانوا من الصنفين الآن، وهذا نقدر نأكدوا لكم الآن، كانوا من الاثنين. المخابرات هي المشرفة على، لكن البوليس كانوا يساعدوهم، كانوا يقدموا لهم جيب لنا هذه دير هذه إلى آخره، لأن هما راحوا الكوميساري. مخابرات عذبت محمد بن حليمة في الكوميسارية تاع سحاولة، وبعض ضباط الشرطة كانوا مساعدين للجلادين تاع المخابرات الإرهابية اللي كانوا يعذبوا في محمد بن حليمة. وقد تم تصويره دون إذنه، وطلبوا منه هذه الرسالة اللي هي قلنا تاع دحدوح إلى آخره. في الحقيقة جابوا له شخص بعد التعذيب الشديد اللي تعرض له في الليلة نفسها لوصوله إلى الجزائر، وفي اليوم التالي خلاوه 24 ساعة باش يعاود ياخذ أنفاسه، ومن بعد جابوه حطوه في مكان لما كانوا يصوروا فيه ما كانش عارف راهم يصوروا فيه، كان عنده شكوك لكن ما كانش متأكد. قالوا له هذا مستشار قانوني يعاونك في القضايا تاعك، احكي له وجبت معاه القضايا وهو راح يحكي معاك. لكن هو كان عنده شك، كان عنده شك، خاصة لما كانوا يوقفوا فيه ويقول له قول هذه ما تقولش هذه، حبس هنا زيد هذه. طبعا احنا كنا بينا بعمل مهني علمي قاموا به اثنين من خوتنا كيف ان التقطيع نتاع محمد بن حليمة فيه 111 تقطيع، انهم تلاعبوا تماما فيما كان يقول، وانهم اخذوا اشياء قالها نقصوا منها زادوا فيها تلاعبوا فيها كما يريدون. الان لاحظتم في حاجه وش تقول الصحيفه، تقول انه تم رفض اللجوء نتاعو لا هذه في صحيفه ثانيه، هذه في صحيفه الموندو. صحيفه الموندو تقول ان تم رفض اللجوء نتاعو على الساعه 5:58 وابلغ محاميه اللي قام بالطعن، أبلغ برفض الطعن في خلال 3 دقائق، سواء كان في الألماندو ولا في البايس، على كل حال موجودة في واحدة منهم. وأنا أتمنى على المساعدة أن يضع كلهم الأشياء اللي نتكلم عليها الموندو والبايس يضع لهم روابط من فضل. تقول بأنه على السبعة على 5:58 جاء الرفض تاع طلب اللجوء الثاني. المحامي قدم اعتراض بعد 3 دقائق من اعتراض المحامي، قالوا له مرفوض الاعتراض نتاعك. وعلى الساعة 7:45 كانت طائرة مستأجرة من إيبيريا تنطلق من إسبانيا في اتجاه الشلف في اتجاه الجزائر، أي أنهم كانوا محضرين طائرة. لا يعقل أن يتم يعني القرار صدر على 5:58، لا يعقل انهم يحضروا الطائره في خلال ساعه ونص، يعني الطائره كانت جاهزه والقرار كان جاهز، والطعن في القرار اللي داروا المحامي الرفض نتاعو كان جاهز، مما يعني لدى الان الاعلام الاسباني ولدى القضاء الاسباني ان كان هناك مؤامره ما بين وزاره الداخليه الاسبانيه وعموم الحكومه الاسبانيه والمافيا العسكريه. الذي حدث، علاش سقط الآن رئيس المخابرات هذا نور الدين مقري ومعاه المجرم حسين بولحية وآخرين؟ لماذا؟ الحكومة الإسبانية غاضبة غضب شديد، لأن الحكومة الإسبانية تعرف هذه المعلومات قبل الإعلام. اللي أغضب الحكومة الإسبانية هو أنه لم يكتفوا بذلك، أنه خرج أن النظام الجزائري مخابرات تعب هذا محفوظ مقري قالوا لهم ما عندوش حكم الإعدام. لما راح المحامي عند الوالدة نتاع بن حليمة مع رشيد نجاز، واللي راهم مسجنين الآن رشيد نجاز والمحامي نتاعه وشخص ثالث في هذه القضية، وحبوا يقولوا لا هي في قضية دبازي، لا هي في قضية بن حليمة. قضية دبازي
رشيد نجاز وقاضي نكاز وقاضي دبازي كان عندها أكثر من 10 أيام. وبالمناسبة عندما وصل رشيد نكاز إلى الحي اللي يقيم فيه أسرة بن حليمة أمه، يتوقن مكان اللي تقيم فيه أمه، كان معاه حوالي 15 عنصر من عناصر الشرطة والمخابرات، أي أن جهة معينة داخل النظام سهلت وصول المحامي ونكاز إلى والدة بن حليمة، وجهة أخرى كانت غير قابلة لهذا الوضع. لكن فيما بعد كيفاش نعرفوها؟ احنا نعرفوها فيما بعد، لأن عندما خرج المعلومة من عند الوالدة ومن عند المحامي وهو مع الوالدة من أنه تم الحكم على محمد بن حليمة بالإعدام وانتشر الخبر، صار ضجة رهيبة داخل نظام الجزائري. الجناح اللي ما كانش يريد أن نكاز يروح لوالدته مع المحامي قام باعتقال نكاز والمحامي ووضعهم في السجن وشخص ثالث معهم، وأعلن عن الإطاحة بمدير المخابرات ممكن قبل ذلك بنهار أو في نفس الوقت أو نهارين أو، والحكومة الإسبانية كانت في حالة غضب شديد لأنها قالت بأنكم كذبتوا علي، قلتوا ما عندوش الإعدام وهو عنده الإعدام، وأنا قانونيا ما كنتش قادر نسلمكم واحد عنده حكم بالإعدام، وأن القوانين الإسبانية لا تسمح بذلك. اللي زاد عمق المشكلة هو ظهور شاب آخر واسمه عبد الرحيم أو هكذا سماوه، رحل مع محمد بن حليمة ومعه 4 أو 5 واحد آخرين. خلاصة قصة هذا الشاب باش ما نطولش عليكم، أنه وصل إلى إسبانيا في شهر فبراير، ولما وصل كان جلده مقطع بالتعذيب، وصل في فلوكة في بوطي، بمجرد وصوله طلب اللجوء السياسي، الإسبان حطوه في مركز فالنسيا، محاميا تاعو شافته وخذت الصور، تعذيب شديد راه موجود في الجريدة. نتمنى أيضا المساعد أن يأخذ هذه الجريدة من الصورة هذيك ويضع صورة ذلك الشاب اللي راهم طالبين عليه مسمينه عبد الرحيم ويحطها، معذبينه يعني، فيه معذب جسده كله معذب صدره وظهره يعني. فالمحامية الإسبانية، واحدة من المحامين، تعاطفت معه ورفعت القضية تاعو بسرعة إلى القضاء الإسباني. القضاء الإسباني وش اتخذ قرار؟ اتخذ قرار بأن لا يتم ترحيله، يعني كان هناك قرار بترحيله، داروا الكاساسيون، الكاساسيون جات بعدم ترحيل من المحكمة العليا الإسبانية، عدم ترحيله حتى إعادة النظر في القضية تاعو. لما جات إسبانيا وكرات طيارة تاع إيبيريا على السريع باش ترسل فيها بن حليمة، قال هيا هيا عندنا طيارة نزيدو نرسلو معاه 5 أو 6 من الحراقة، فأرسلوا هذا عبد الرحيم اللي كان القضاء الإسباني قال يجب عدم ترحيله. فأصبحت القضية الآن قضية معقدة بالنسبة للحكومة الإسبانية، من جهة خالفت القوانين الأوروبية والإسبانية والدولية بترحيل محمد بن حليمة اللي ظهر عنده حكم إعدام، العصابة كذبت عليهم في قضية الإعدام، ومن جهة أخرى قامت باختراق قرار قضائي، مش قانون، قرار قضائي صادر من القضاء الإسباني بعدم ترحيل الشخص اللي اسمه عبد الرحيم، فراحوا رحلوه. القضاء الإسباني الآن أصدر أمر للحكومة الإسبانية باسترجاع عبد الرحيم من الجزائر ويعطاله تأشيرة ويعادته إلى إسبانيا. إذن أصبحت القضية الآن مشكل إسباني إسباني ما بين القضاء الإسباني ووزارة الداخلية. القضاء الإسباني يتهم الآن وزارة الداخلية بأنها لم تحترم قرار القضاء، وهذا يعتبر مشكل كبير في دول القانون. دولة القانون، حكومة وحدها، قضاء وحده، والبرلمان وحده، على هذا يسموها فصل السلطات. الآن القضاء يطالب بوزير الداخلية يقول له احنا مش عايز تعرفوا بك، نريد عبد الرحيم أن تأتوا به، ويفتح هذه القضية تزيد تعمق قضية بن حليمة اللي أيضا القضاء الآن والحقوقيين والقانونيين والمنظمات الدولية كلها غاضبة من الحكومة الإسبانية اللي سلمته وقالوا لهم إذا كنتم عارفين أن عنده حكم بالإعدام وسلمتوه فهذه جريمة، وإذا كنتم ما تعرفوش فالنظام الجزائري استقباكم
واستغفلكم وهي أيضا جريمة. هذا الموضوع يوجه صفعات شديدة للمافيا العسكرية، يوجه صفعات للحكومة الإسبانية، يوجه صفعات للثورة المضادة، للذباب وخاصة الثورة المضادة. بعضهم يلبس لباس الحراك ويزعم أنهم الحراك، اللي كانوا يزعمون أننا لم نقم بما يجب القيام به وأن 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 وهذا الناس ما يعرفوش وهذا، هاهي الآن كل المعطيات تؤكد في الحقيقة إحنا ما لناش دولة، ما لناش جيش، ما عندناش قوة نروح نوقفوا إسبانيا ونقول لها ما ترسليش. إحنا قمنا بما يجب القيام به من ناحية الإعلامية القانونية والحقوقية. هذه الأشياء تجي مع الوقت، كونهم رحلوا الآن محصلين فيه. العلاقات متوترة جدا ما بين النظام الجزائري وإسبانيا، زادوا صحيح زاد توترت بسبب الصحراء الغربية والموقف الإسباني الآن اللي أصبح موالي تماما للطرح المغربي، ولكن إسبانيا عندما خذت الموقف المغربي في 18 مارس كانت تعتقد والنظام فهمهم باللي أعطانا بالحليمة راح يخفف من المشكلة، ما خففش من المشكلة. فالحكومة الإسبانية تحت هجوم سياسي وحقوقي وقضائي أيضا في قضية عبد الرحيم اللي هي مرتبطة مع بن حليمة، واللي بالمناسبة جريدة البايس ختمت القضية بالحديث قضية بن حليمة ليست الحالة الوحيدة التي حاولت بها إسبانيا إرضاء الجزائر. ففي أغسطس الماضي أوت سلمت السلطات الإسبانية أيضا الناشط محمد عبد الله صديق بن حليمة والدركي السابق الذي يحظى بشعبية كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب محاربة للفساد، وبعد وصوله للجزائر كشف عن تعذيب محمد عبد الله. وقد كشفنا عن ذلك في وقتها في جانفي، كان تم تعذيب محمد عبد الله في جانفي، هذا اللي احنا متأكدين منه أنه عذب في جانفي، وعلى هذا الأساس رفعت قضايا الأمم المتحدة وتحدثنا في حينها. احنا حينما تصلنا معلومات أنه عذب تخرج المعلومة، ما عندناش المعلومة أنه عذب ما تكلموش عليها، لازم نتأكدوا، يعني المصداقية مهمة جدا جدا جدا. كان عندنا شكوك تعود نبقاو عندما نتأكد نتأكد. الآن نستطيع أن نؤكد أن محمد بن حليمة تعرض لتعذيب شديد في سحاولة من طرف المخابرات الإرهابية بمشاركة الشرطة في مركز للشرطة، ثم لما أخذوه إلى البليدة نستطيع أن نقول أنه أيضا حول إلى مركز عبلة وهناك أيضا تعرض للتعذيب، وأنه يقبع اليوم داخل زنزانة انفرادية، وأن لحمه معمر بالحب، وأنه في حالة صحية سيئة، فهو أصلا عنده مرض لازم الربو، وأن التنفس نتاعه صعيب، وأني من هنا أحمل المافيا العسكرية أي شيء يحدث لمحمد لبن حليمة محمد عزوز. فحالته الصحية راهي سيئة، وراه مصاب بحبوب في كل جسده مش معروف مصدرها، وراه يتنفس بصعوبة نتيجة لغلق الزنزانة عليه، وراه عنده لازم، ما تقولوش ما كناش عارفين، أنا أقولها لكم على العلن، راه عنده لازم، وراه السجن في زنزانة مغلقة راه يزيد من حالة الاختناق، ونحن في حالة في الصيف، وأنا عارف ما معنى صيف البليدة. ففي 87 قضيت ما بين ماي في مثل هذه الأيام بالذات، التحقت بالخدمة العسكرية وبقيت فيها من ماي إلى نوفمبر تاريخ تعييني فيما بعد في العاصمة كضابط كملازم، وست شهور اللي قضيتها في البليدة حرارتها أسوأ، وأنا بالأغواط وبالصحراء أسوأ من حرارة الأغواط في بعض الأيام، لأن فيها أيضا الرطوبة. البليدة مش بعيدة على البحر 40 كيلومتر، وفي بعض الأماكن 30 كيلومتر أو 35 كيلومتر، فهناك الحرارة والرطوبة.
وهي تختلف عن الحرارة الموجودة في الجنوب اللي هي حرارة فقط دون رطوبة. والحرارة والرطوبة أسوأ، وهي صعبة جدا على الناس اللي عندهم ربو. ولذلك أي شيء يحصل لمحمد بن محمد عزوز بن حليمة راهي مسؤولية تبون شخصيا وشنقريحة ورئيس المخابرات الخارجية والداخلية والعسكرية بالأسم، إضافة إلى رئيس سجن البوليدة، وإضافة إلى القضاة الذين وضعوه هناك بالأسماء، وأسماءكم كلها عندنا. وهاكم تشوفوا نزار بعد 30 سنة لاحقه الأحرار، وهو متهم اليوم عند القضاء السويسري بأنه متواطئ في جرائم حرب وفي جرائم ضد الإنسانية. فأنصحكم أن لا تؤدوا بمحمد بن حليمة أو محمد عبد الله أو كل حراك سواء كان في السجن العسكري أو في السجن المدنية إلى التهلكة وإلى الموت لا قدر الله، لأنكم ستحاسبون إن آجلا أو عاجلا. ونقول لكم في الخاتمة وفي النهاية أن الإبقاء على عبد الرحمن زيتوت في الحبس اللي صدر اليوم وإضافة تهم أخرى إليه بلا معنى، الجميع يعرف أنه يتم الانتقام من عبد الرحمن بسببي وبسبب نشاطي. عبد الرحمن زيتوت هو رهين عندكم، لعلكم تضغطون علي ولعل هذا يوقفني في معركة الدولة المدنية. وأنا بإذن الله لن أقف أبدا ما دام في هذا الجسد روح تدخل وتخرج، نفس تدخل وتخرج، تدو عبد الرحمن، تدو الوالد والوالدة، تدو ولادي، تدو مانيش عارف شكون، راهو كيف كيف، راهو بالنسبة إلي رايح نعتبرهم ضحايا المافيا الإجرامية مثل ما هما آلاف الجزائريين وعشرات الآلاف الجزائريين. عبد الرحمن اليوم وراه مريض أيضا ومصاب بأمراض في السجن أصيب بها، وما جبتلوش أدوية نتاعو اللي طلبها يعني. هذه كلها لن تزيدنا إلا ثبات في المواجهة. وعبد الرحمن راهو بالنسبة إلي مثله مثل بن حليمة، مثله مثل محمد عبد الله، مثله مثل مصطفى قيرة، مثله مثل كل حراكي وحراكية مسجونة، لا يزيد عنهم ولا ينقص. الفرق فقط أن عبد الرحمن أخذته كرهينة مثل ما يفعل الكيان الصهيوني بأخذ بعض أسر الفلسطينيين رهائن عندما لا يستطيع أن يعتقل المقاوم.